أسدل الستار عن مهرجان كان السينمائي في دورته 76 الذي تم تنظيمه في الفترة بين 16 من مايو إلى 27 من مايو، وفازت الفرنسية جوستين تريه بجائزة السعفة الذهبية عن فيلمها أناتومي دونشات. في حفل استثنائي مميز في مهرجان كان السينمائي الدولي، توج المخرج البريطاني جوانثان غليدر بالجائزة الكبرى للدورة 76 للمهرجان عن فيلمه ذا ذون أو انترست. كما فازت المخرجة الفرنسية جوستين تريت بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان عن فيلمها أناتومي دون شوت تشريح سقطة، الذي يدور جزء كبير من أحداثه في قاعة محكمة. وأصبحت تريت ثالث مخرجة تفوز بهذه الجائزة المرموقة، حيث تعد جائزة السعفة الذهبية المكافأة الأرفع في تاريخ كان. وخلال الحفل تم منح جائزة أفضل ممثل ياباني كوجي ياكوشو عن دوره في فيلم بيرفكت دايز. وعلى صعيد التمثيل النسائي منحت جائزة أفضل ممثلة للتركية ميرفي ديزدار عن دورها في فيلم عن الأعشاب اليابسة. وعن جائزة أفضل سيناريو فاز بها كاتب السيناريو الياباني يوغي ساكاموتو. وعن جائزة لجنة التحكيم ذهبت إلى كاتب السيناريو والمخرج الفنلندي أكي كاوريسمكي عن فيلم فالان ليفز. أما عن جائزة أفضل إخراج فذهبت للمخرج الفرنسي الفيتنامي تران إن هانغ عن فيلم لا باسيون دو دودان بوفان. كما حاز فيلم الشجرة ذات الفراشات الذهبية للفيتنامي فام تيين على جائزة الكاميرا الذهبية.